أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بحط القلم هنا أول. تذكرون الفيديو اللي صورته في المملكة العربية السعودية وعن طعم الحميض أو الحماض الجبلي اللي هو هذا؟ طبعا الحين أنا عندي أحمد ومحمد، ما أدري بشوف ردة فعلهم. أحمد ومحمد، شو رأيكم بهذا؟ هذا الحميض ها؟ إيش تأكل؟ كله وايد لذيذ. أنا باكل. أول مرة في حياتهم يشوفونه الحميض. يلا تعال تعال يرب وقول لي رأيك. أصبر. يلا 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 حق الفيديو وقول لي طعمه محلاه. روعة. أنا با. يلا الحين تبا. شوف 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 اختار لك. هذا صور. ها؟ صور. يلا يلا كله كامل. روعة. احلى حمير. روعة. بسم الله. شو رايك فيه؟ اول مرة عيالي يربون الحماض، وبالذات حماض اليبل اللي يربته في السعودية، وهذا نفس الشيء. سبحان الله، الجبلي غير والمناطق الرملية غير. ما ينشبع منه والله. شو قلت محمد؟ أحمد؟ أنا أبا. الجواب حصلته عند أحمد ومحمد. يلا كل 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 كله؟ كله مرة واحدة بشوف. يبك This one? You try it? Try it? روعة. Amazing. حميض حتى مصور مصور. يلا صور صور صور. ما شاء الله تبارك الرحمن.